ترى القصائد كثر والراثون كثر والأبيات كثر، بس أنا اخترت لك هاي المقطوعات. والله يوفق هذا الشاعر سين عبد الخالق، يقول كأن أخذ بإيد زينب قال خلنا نروح يم الماء. قومي وياي يم الباب ونحاجي، نقل شلون صدر أم الحسن تاذي، لو أن أدري الأذية والرزية البيه وحق عينك يا زينب ساعة ما خلي. شفت يا أبا عبد الله؟ قال أحمر المسمار شفته، ذاك دم أمي عرفته. شايفة هالقعدة يا زينب؟ هالقعدة هالقعدة شايفتنها؟ يا زينب يا زينب، يلا وياي. يا زينب هالقعدة تظل ذكرى، بعد قعدة أشد من هاي الحرة. أودعك والسيوف الجسم منتظرة، كفيلك عالنهار لا يمنى لا يسر، كفيلك عالنهار لا يمنى لا يسر. عباس وعدك وين يا صنديد لرجع، هاي العدة دليت إلينا لسه بجمع. يلي حديت بناقة بعزة وجلالة، وينك أبو فاضل؟ متحسرة على شنو يا زينب؟ قالت متحسرة على المحسن، أريد يصير كافل إلي. قال لها لا لا لا، أكو عباس جاي. عباس عندك يا زينب؟ جاي جاي عباس، عباس جاي بعد 15 عاما يجي ويصير لك كافل يا زينب. بعد أطيح من المغر، هذا الحسين يقول لزينب بلسان الحال، أطيح من المغر والناس تتجمع، يا زينب جسمي هذا كله يتقطع. تتحمل تشوفين على صدر الشمر يتربى، يا تنخين الكفيل فزع ولا يفزع. من تشوفيني يا خويا صيح يا حيدر يا بويا.